يعني خلال يعني بهذا الكم يعني الهائل من الاعتذارات وال يعني والابعاد يعني لاعبين وعدم يعني مجيئهم للمنتخب، اشوفه في شيء منطقي. يعني النتيجه امام منتخب تونس تصنيف 28 على العالم، وفي مباراتنا يعد انه يروح لبطوله افريقيا، يعني في مباراتنا في التشكيل الاساسي التام، لعبنا ما علينا، ادينا ما علينا في هذه المباراه، قدمنا مستوى خاصه في الشوط الثاني بغياب جمله من اللاعبين. نشوفها مباراه يعني منطقيه يعني نوعا ما، ولو هي الخساره يعني مذله يعني امام منتخب العراق، يبقى هو منتخب العراق يعني الى شانه ولا اسمه، ولكن يعني هكذا مباراه يعني تعطينا دافع كبير، يعني مو يعني تعرف منتخب تونس غير من منتخباتنا العربيه. ان شاء الله استفادينا من هذه المباراه، حتى لو يعني خسرنا نتعلم من اخطائنا، وان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله نبيض وجه ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله.